تسجيلات حرز الله هي الأفضل. يما ولنو كاتبنا ابتلينا بدنيا غبرة. هناك هناك بدي اشوف بس كله على السهر، الشباب اللي على المسرح كمان. يا ابراهيم ولا كنيت مي خليت لي كله كبيته. أحلى جمزاوي غوالي برغام برغام رائد رائد خالد يا خالد يا خالد. أبو عبيدة الله يسعد مساك ناجدين ناجدين منجدين أحلى منجدين في هذا البلد الطيب، وانتم ملوك التنجيد يا أولاد أبو المعتصم. دنيا غبرة وبخت مايل ابتلينا بطيبة جابت بس مشاكل قلب صعب كنا داعي العين صلفة ودمع سايل ابتلينا ابتلينا بدنيا غبرة وبخت مايل ضاع العمر بالخوف شفنا وبعد شنشوف ما يثمر المعروف وما تنمل العين 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 ابتلينا ابتلينا يا درويش ابتلينا. يعني عبد الله ما خلصتش خراف؟ يعني مش معقول انا بغني وانت بتحكي يعني الله اكبر ولا لا يا عريس؟ ضاع العمر بالخوف. لا 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 ضاع العمر بالخوف شفنا وبعد شنشوف ما يثمر المعروف وما تنمل العين 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 ابتلينا ابتلينا بدنيا غبرة لا كل حبي يدوم لا تحكي بالمرحوم بالزايد الشم يوم وتلقى عن ناسي 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 يا ابو العبد ناسي 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 اللي الورش ما بينا مشي ما بالك باب اللي عليه 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 اللي الورش ابو زيد ما بينا مشي ما بالك باب اللي عليه ملعون أبوك يا فقر حوقنا للأمثال زليت عزيز النفس عشان عديم المال ملعون أبوك يا عوزة زلت اللسان أدنال سلامتك من الآه سلامتك من الآه قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله بيا ولا بيك ريت الألم والآه آه آه آه
قد تكسر حتى مدمر وانزل على اعصابي يا هلا بهالطول والله العظيم شباب الزارع ما لحقوش الفن الاصيل لما كنا نقول يا هلا بهالطول يا ميت هلا يا قضاة الحب احنا بمشكلة قلت لحبك قال لي وين الدليل قلت لرعشة ايدي والجسم النحيل قال لي لا تقتلني بالجسم قال لي لا تقتلني بالغزل الجميل قلت له انا وياك للدكتور نمشي ونسأله نسأله اوه لو لعبت يا زهر وتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال لو لعبت يا زهر وتبدلت يا عبد الله الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال نروح لأول واحد احتجت له بسؤال كسر بخصر ساعتها ودوقني نعمل معاكم يا ابو فارس الصحي انا واسند ابو المعتصم لو مال وقف جنبه بالمحن واكون طويل البال نعمل معاك يا خليل الصحي انا اسند ابو زيد لو مال وقف جنبه بالمحن واكون طويل وكون طويل البال وعلموا ان الفلوس ما بتعملش رجال دي الحوجة مرة ويا ما يا ما يا ما يا ما يا ما بدريها يا ما يا ما يا ما بحكيها يا ما يا ما